السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوينا حالي في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة، أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية في موضوع التغذية التي تهمنا جميعا، وخصائص التغذية وأنواع التغذية ومتى يتم تقديم هذه التغذية. التغذية أنواع وأحجام وأصناف، التغذية مكونات لها معنى وهدف. متى نقدم التغذية وما هي البدائل للتغذية البروتينية؟ وهل التغذية السكرية ينتعش النحل وينطلق ويبني الشمع ويجيش النحل؟ أسئلة يتم التطرق إليها بعناية من قبل الأستاذ الفاضل الأستاذ محمد الجراح من الأردن، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أعضاء جماعة الشاق النحل وحبوها، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة أينما كنتم، وأسأل الله العلي القدير أن يبارك لكم في رزقكم ومالكم وعيالكم. أخوان الكرام، كثير من الإخوان خصوصا في الجروبات ألاحظ بعض النقاشات والاستفسارات عن موضوع التغذية، هل أقوم بتقديم تغذية بروتينية، هل أقوم بتقديم تغذية سكرية طبيعية عادية دون الجانب البروتيني، هل أقوم بتجيش النحل، هل أقوم بتقديم تغذية سكرية، ومن هذه الأقاويل. أخوان الكرام، يجب الفصل ما بين تغذية وتغذية، ولماذا تقدم هذه التغذية، وما هي الأسباب التي أدت لتقديم هذه التغذية، وما هي النتيجة التي أريد الحصول عليها من تقديم هذه التغذية، ووقتها والكميات والحجم لهذه التغذية. سنتطرق بذلك الحديث إخوان الكرام لعل وعسى أن يكون فيها منفعة لنا جميعا وللإخوان المتواجدين في هذه المجموعة أو المجموعات الأخرى. فلنبدأ بذلك النقاش على بركة الله. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني واجعل لي من لدنك وليا نصيرا. إخوان الكرام، التغذية هي تنقسم إلى عدة أقسام، ثلاثة أقسام: تغذية تحفيزية أو تنشيطية أو تحريضية، وتغذية تعويضية، وتغذية تخزينية. أيضا لها شكلين هذه التغذية، هي تغذية سائلة أو تغذية جافة. تغذية سائلة المحاليل السكرية، والتغذية الجافة وهي العجائن. والعجائن تنقسم إلى قسمين، قسم يسمى الكاندي أو السكرية، والقسم الآخر يسمى التغذية البروتينية. وهناك اختلاف إخوان الكرام وغايات وضوابط وشروط ومحددات لهذه التغذية. سيتم تفصيل هذه الأنواع ولماذا تعطى وما هي النتائج التي أريد الحصول عليها من هذه التغذية، وما هي الأسباب التي أدت إلى إعطائي لهذه التغذية وفي هذا الوقت تحديدا. نأتي إخوان الكرام إلى الشق الأول من التغذية، وهي التغذية السائلة أو المحلول السكري، وأتحدث هنا عن سكر المائدة وليس السكر المحول أو السكر الآخر كما هو متعارف ما بين الإخوان. هذا حديث آخر لا أريد التطرق إليه، ولكن أكثر ما يشاع استخدامه هو سكر المائدة المستخرج من قصب السكر تحديدا. تقدم هذه التغذية إخواني ما قبل الانطلاقة الربيعية بمدة لا تقل عن 45 يوم وربما تصل إلى 60 يوم لاستقبال موسم الفيض. والغاية من هذه التغذية إخوان الكرام هي لتحريض الملكة حتى تتوسع في أعشاش الحضنة، وتحريض النحل حتى ينشط في البناء الشمعي للإطارات التي يتم إضافتها إلى هذه الخلايا. تقدم هذه التغذية في ظروف جوية جيدة تتراوح درجات الحرارة ما بين 18 إلى 25-22 درجة، ويجب أن لا تنخفض درجة الحرارة عن 15 درجة مئوية حتى نضمن بأن النحل قام بسحب كافة التغذية والاستفادة منها، ولا تكون مصدر للرطوبة داخل هذه الخلايا.
يضاف إلى هذه التغذية بعض المنكهات من الأعشاب الطبية التي تساعد النحل في بعض الأحيان للتخلص من بعض الأمراض أو الأكروسات، ويضاف أيضا إليها بعض الأحماض كعصير الليمون أو البرتقال أو خل العسل أو خل التفاح. علميا إخوان الكرام وعمليا، الإطار النحلي المغطى على الجهتين من النحل يحتاج من 100 إلى 150 ملي من المحلول السكري. فلو قمنا باحتساب خلية مكونة من 5 إطارات يضاف إليها نصف لتر، خلية مكونة من 7 إطارات يضاف إليها 700 مل، خلية مكونة من 10 إطارات يضاف إليها 1 لتر من هذا المحلول السكري. وكما أسلفنا الذكر، يجب أن لا يتم وضع هذه المحاليل للطوائف النحلية في ظل ظروف جوية قاسية وانخفاض في درجات الحرارة، لأن هذه الخلية إذا في حال كانت التغذية تزيد عن حاجتها ستصبح هذه التغذية عليها وابلا من الأمراض، وسيؤدي ذلك إلى خسران النحل وأصابته في المشاكل والأمراض، ولا يستطيع النهوض جيدا أو الاستفادة من هذا أو هذا المحلول السكري أو هذه التغذية التي أضيفت أصلا للاستفادة منها لتوسع الملكة، سواء في الأعشاش الحضنة أو التغذية أو البناء الشمعي لهذه القفرة. نأتي إلى الشق الآخر من التغذية السائلة، وهي التغذية التعويضية. لماذا أقوم بإعطاء النحل تغذية تعويضية، أو متى أقوم بإعطاء الخلية أو النحل تغذية تعويضية؟ إخوان الكرام، يتم تقديم التغذية التعويضية من اسمها هي لنعوض النحل عندما يتم قطاف العسل، فإن النحل سيفقد الكثير من المخزون الذي قام بخزنه أثناء فترة البيض، فعندها نقوم بتعويض هذه الخلايا بالتغذية التعويضية. يضاف 1 ماء إلى 1 سكر مع المنكهات المذكورة سابقا، ويتم إعطاء الخلية حسب كثافة النحل، ربما خلايا تأخذ 2 لتر، ربما خلايا تأخذ 3 لتر، وفي ظل ظروف جوية جيدة. ويفضل هذه التغذية يتم إعطائها ما قبل مغيب الشمس. لماذا؟ لأنه هناك ستكون درجات الحرارة معتدلة، وحتى لا يكون النحل يدخل في مرحلة السرقة أو الهجوم الخلايا القوية على الخلايا الضعيفة، وربما يتم إهلاك هذه الخلايا. فيتم إعطاء هذه الجرعة في فترة المساء ما قبل المغيب أفضل شيء، وتكون 1 سكر إلى 1 ماء، وتضاف حسب قوة الخلية وكثافتها وحسب المخزون الذي تم أخذه من هذه الخلايا. يعني لو قلنا خلية تم أخذ منها 10 إطارات وعوضها ب2 لتر، خلية أخذ منها 5 إطارات وعوضها ب1.5 لتر، خلية طابقية قوية جدا فيها أعداد كبيرة من النحل، يعني ربما تصل إلى 4 طوابق أو 5 طوابق، يتم إضافة إليها ربما 3 لتر أو 4 لتر من المحلول السكري، وهذا سيعوض النحل عن الفاقد ولا يدخل النحل في مرحلة الصدمة والوقوف عن العمل. فهذه التغذية تعطى ما بعد القطاف، سواء في بعد موسم الفيض أو موسم الشوكيات الجبلي أو موسم الكينة أو موسم الصدر. فهذه التغذية يجب أن يتم إعطائها الخلية وبانتظام، لو كانت الجرعة تقدم كل أسبوع مرتين هذا جيد للنحل، وسيبقى النحل محافظ على نشاطه وستبقى لديك عشاش الحضانة جيد. نأتي إخوان الكرام إلى الشق الآخر من التغذية السكرية السائلة، ألا وهي التغذية التخزينية. لماذا أقوم بإعطاء هذه التغذية ومتى وقتها؟ ببساطة إخوان الكرام، التغذية التخزينية يجب أن تعطى للنحل ما قبل موسم التشتية لمدة لا تقل عن 1 إلى 1.5 شهر، حتى يستطيع النحل من سحب هذه التغذية وتخزينها داخل الإطارات وتصبح مخزون فائض لدى النحل. وهذه التغذية تعتبر ركيزة أساسية لدى النحل،
لأن النحل سيلجأ إليها في حال تعرضه إلى المنخفضات وتعرضه إلى انخفاض درجات الحرارة وعدم الخروج من الخلايا وعدم الذهاب إلى رحلة السروح. وفي كلتا الحالتين فإن تكون المراعي قد أقفرت، المنطقة باردة جدا، لا يوجد زهور، لا يوجد مراعي داخل خارج الصناديق، فالنحل يلجأ إلى هذه التغذية ويقوم بالتغذية عليها، وتكون هي المسعف رقم واحد لهذا النحل حتى لا يقع في مرحلة الجوع، وربما نفقد النحل عندما يصل إلى هذه المرحلة. فهذه التغذية إخواني الكرام يجب أن تكون ما قبل موسم التشتية بمدة لا تقل عن 45 يوم إلى شهر، وتكون في الشهر العاشر والشهر الحادي عشر من العام، لأنه مربعينية الشتاء تأتينا في نهاية الشهر الثاني عشر من العام. ويجب أن تكون هذه التغذية مكثفة بعض الشيء، يعني لو كانت واحد ونصف سكر إلى واحد ماء هذا يكون جيد إلى النحل ويسرع عملية التخزين في الأعين السداسية داخل هذه الخلية. هذا بخصوص إخواني التغذية السائلة.